السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع صحافة آسيا في كل يوم في نهار قناة الوطن العراقية الرياضية. سنبدأ إن شاء الله بعد فاصل مع صحيفة الوطن الصباح إن شاء الله. طاب يومكم بكل خير وبركة، وسنبدأ مع محلية الصباح. ماذا كتبت؟ قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر، نجوم منتخبنا الوطني يبعثون برسائل اطمئنان من أجل تحقيق الفوز والعبور للدور المقبل. الأسود يتأهبون لموقعة العنابي، عبد الإله يأمل في نجاح الوطني، وجبار يحدد سقف الطموحات. هذا ما جاء في الصباح، وللصباح كلمة أخرى. نعم، نطالعها الآن. ظهور أول لعمان في الأدوار الإقصائية، كيروش مترقب للقب الإيراني في مسيرة المنتخب وهو الرابع. تايلاند تواجه الصين بآمال استكمال مشوارها، ومنتخب الأردن يعلن عن جاهزيته لتخطي مفاجأة فيتنام مساء اليوم الأحد. ونكمل المسيرة الصحفية مع صحيفة الملاعب. رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى: نحترم قطر ولا نخشى أحدا في دور 16. اتحاد الكرة يرشح علي جبار لمنصب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، النائب الثاني نعم. وعبد الإله يشيد بأداء لاعبينا، أسود الرافدين تدشن تحضيراتها الخاصة من أجل الظفر بالفوز في مواجهة بعد غد. وحديث آخر في الملاعب في صفحتها الثانية. منتخبنا الوطني يرفع شعار أكون أو لا أكون أمام العناب القطري في الدور 16 لكأس آسيا، وكاتنش يطالب لاعبينا بالتركيز. مدرب منتخب قطر سانشيز: مواجهة العراق لن تكون سهلة ونحن جاهزون للمباراة. إلى صحيفة المدى. في صحيفة المدى: الأسود والعنابي تكتيك حذر للحاق بالربع النهائي. رادارات دورتموند ونابولي وفالنسيا ترصد ميمي للظفر بخدماته. وعمان يبحث عن مفاجأة لاجتياز إيران. استمرار الصفارة العراقية في كأس آسيا. وفي المدى نطالع أيضا: النشامى يتطلعون لعبور الحاجز الفيتنامي. صباحك خير صحيفة الدستور. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحذر من إقحام السياسة بكأس آسيا. منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لمباراة العنابي في الدور 16. علي عدنان عازمون على عبور قطر. واتحاد الكرة: تكريم وزارة الشباب والرياضة بالون إعلامي. الصين وتايلاند
بلقاء السرعة والانضباط. النشامى يلاعبون فيتنام بالهجوم الضاغط. عمان الرياضي. الآمال تتجدد، يخوض منتخب عمان مباراته المصيرية اليوم أمام منتخب إيران في الدور 16 لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، ويحدو الأحمر تحقيق الفوز بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة الأدوار الأولى للبطولة بعدما كان قريبا من الصعود المبكر، إلا أن الظروف التحكيم وسوء الطالع وضعت فرحة التأهل في الرمق الأخير أمام تركمانستان بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف. ويدرك اللاعبون أهمية المباراة لإرضاء الجماهير الغفيرة التي يتوقع أن تزحف بقوة إلى العاصمة الإماراتية. وأخيرا مع الشبيبة العمانية. المهمة ليست مستحيلة أمام إيران، إحنا إلها لنواصل الحلم. يلتقي منتخب عمان والإيراني المنتخب الإيراني اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. والتقى الدكتور خالد الجرادي سفير عمان المعتمد في دولة الإمارات أعرب عن ثقته الكبيرة برجال الأحمر، وصرح قائلا: المنتخب بإمكانه الفوز رغم الصعوبة والمهمة الصعبة، ولكن الفريق المنافس من المنتخبات المرشحة لللقب، وسبق له أن وجد في بطولة كأس العالم الأخيرة، ويتمتع لاعبوه بالخبرة في هكذا بطولات، لكن ثقتنا كبيرة بلاعبينا، فهم عودون على الظهور بصورة مميزة في المهمات الصعبة، وهنا يظهر معدن العماني الأصلي. صحافة آسيا تستمر في كل يوم، وغدا إن شاء الله مع خيبة صحفية أخرى. إلى اللقاء.